يكون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تتعجمهم علينا طرق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا رحمن يا رحيم والله يا حي ويا قيوم والله يا قوي ويا قديم والله يا علي ويا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا لطيف يا عليم والله يا رؤوف يا حكيم والله يا تواب يا حليم والله يا وهاب يا كريم هبنا الهنا وجعل إذا ندونا إنا دعونا فاستجب آمينا. الله يا مالك يا منير والله يا ملك يا قدير والله يا مولى ويا نصير والله وأنت الملك الكبير ليس إدانا لك معجزينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا شاكر يا شكور والله يا عفو يا غفور والله يا عليم يا خبير والله يا فتاه يا بصير لا تحرمنا فتاك المبين إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا ظاهر يا جليل والله يا باطن يا وكيل والله يا صادق يا جميل والله يا حافظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا غني ويا حميد والله يا مغني ويا رشيد والله يا مبدي ويا معيد والله يا عزيز ويا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهونا إنا دعوناك استجب آمين. الله يا قادر يا مقتدر والله يا قاهر يا مؤخر والله يا فاطر يا مصور والله يا موصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العادينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا دائم لا يموت والله يا قائم لا يفوت والله يا محي ويا مميت والله يا مغيث ويا مقيت كن غوثنا وحسنا للحسينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا باسط وانت الواسع والله يا قابل وانت الماني والله يا خالق وانت الجميع والله يا خافض وانت الرافع ارفع معالينا لعليينا دعوناك استجب آمينا. الله ذو المعارج الرفيع والله يا وافي ويا سريع والله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله ذو الجلال والإكرام الله ذو التولي على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام والسيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا أول وأنت الواحد والله يا آخر وأنت الراشد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد بفضلك اقبلنا على ما فينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا مبين يا ودود والله يا محيط يا شهيد والله يا متين يا شديد يا من والفعال ما يريد إنا ضعاف لك قد رجينا إنا دعوناك استجب آمينا.
الله يا معز يا مقدم، والله يا مذل يا منتقم، والباد الباقي فلا ينعدم، والموصل الوال الحفيظ الأكرم، ليس لنا سواك من يحمينا، إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا وارث انت لا بد، والله يا بائس انت لا حد، يا مالك الملك الاله صمد، لا كف لا والد لا ولد، كف الاداء عنا فقد هدينا، انا دعوناك استجب امينا. الله يا غالب يا قهار، والله يا نافع وانت الضار، والله يا بارئ يا غفار، يا رب يا ذا القوة الجبار، قوم لنا الدنيا وقو الدين، إنا دعوناك استجب امينا. الله رب العزة سلام، والمؤمن المهيمن العلام، ذو الرحمة العال العز التام، من دينه الحق والإسلام، قيد له اللهم ناصرينا، إنا دعوناك استجب أمينا. الله أنت المتعالي الحكم، الفضل العاشر الولي الأكم، الغافر المعطي الجواد المنيم، العادل العدل الصبور الأرحم، ما كلنا في أرضنا تبكينا، إنا دعوناك استجب أمينا. الله يا قدوس يا برهان، يا بر يا حنان، يا منان، يا حق يا مبسط يا ديان، تباركت أسماؤك الحسان، بها قرعنا بابك المسونا، إنا دعوناك استجب أمينا. الله يا خلاق يا منيب، والله يا رزاق يا حسيب، الله يا قريب يا رقيب، المستعان السامع المجيب، المستعان السامع المجيب، إنا دعوناك استجب آمينا. اللهم اغفر لنا ولعبدك المذنب الضعيف يوسف بن اسماعيل النباني، مؤلف هذا التوسل، وادخلنا وياه الجنة من غير سابقة عذاب، واوصل إلى روحه ثواب هذه الفاتحة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم تجاوز عن أمة محمد، اللهم سامح أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم افتح لأمة محمد، اللهم أعز أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم أكل لأمة محمد، اللهم أيد أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم وفق أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم احرس أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم ارض عن أمة محمد، اللهم وال من والاها وعاد من عاداها، وبلغ من الفتح المبين والنصر العزيز في كل زمان ومكان غاية مناها، اللهم أيد بها شرعك القويم ودينك المبين، وأدم عزها ومجدها إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى وسلم على سيدنا